عام جديد يدخل على الصراع في سوريا وسط أزمة إنسانية مستمرة هي الأكبر منذ عقود. وصفت الأمم المتحدة الوضع في سوريا بالكارثي العديد من المرات، ازدادت معها الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل الدولي. تراكبت الأزمات على السوريين الذين باتوا بين نازح داخلي ولاجئ خارجي ومقيم في بلد معظم سكانه تحت خط الفقر. قدمت المنظمات السورية العاملة من غازي عنتاب خدمات منقذة للحياة لأكثر من 5 ملايين مستفيد خلال 8 سنوات. خلال 2021 استطعنا الوصول لأكثر من 715 ألف من الأطفال أقل من 5 سنوات والأمهات المرضعات والحوامل. ما زال التحدي الأكبر هو الحصار الذي عانى منه السكان لسنوات طويلة، إضافة للنزوح المتكرر والفقر. يعاني أكثر من 19% من الأطفال السوريين من التقزم، وتعاني أكثر من 20% من الأمهات المرضعات والحوامل من سوء التغذية.